بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بكم في الدرس رقم 6. بداية حنراجع الدرس رقم 5 وحنكمله لأنه ما كملش محاضرة. فاتت حكينا إنه الجهد هو قوة تدفع التيار خلال المقاومة. تعريف صغير وبسيط للجهد والتيار والمقاومة. الجهد هو قوة تدفع التيار خلال المقاومة. قلنا الجهد تمييزه في، رمزه في. التيار طبعا الجهد يقاس بالفولت، التيار يقاس بالأمبير، رمزه آي تمييزه إيه، المقاومة تقاس بالأوم، رمزها ار وتمييزها اوميجا، وممكن طبعا الخلط بين الار والاوميجا في بعض الاحيان حسب الدكتور. يعني قلنا انه الجهد يقاس على التوازي مع الحاجه اللي نقيسها، سواء مصدر الجهد نفسه او الجسم المقاوم اللي احنا عاوزين نقيسه. التيار عشان نقيسه بنقص الدائرة وبنوصله على التوالي. وقلنا لا يجوز، ولا يجوز قياس المقاومة وهو بمر فيها تيار كهربي. يعني عندما تكون الدائرة موصولة مع الكهرباء لا يجوز قياسها، لأنه حيمر فيها تيار من الدائرة الكهربية وحيمر فيها تيار من المالتيميتر تبعنا. هذول التيارين إذا إجوا مع بعض حتعطيني قيمة، وإذا إجوا عكس بعض حتعطيني قيمة ثانية، وكلا القيمتين ما بيكونوش حقيقيات. عرفنا المقاومة بأنها إيش؟ عنصر إلكتروني له قيمة وقدرة معينة ويعمل على تحديد مرور التيار. المقاومة لها وظيفة واحدة، هي تحدد مرور التيار. وهنا عندي الرمز تبع المقاومة، الرمز تبع المقاومة. قلنا هذا رمز حديث وهذا رمز قديم، كل هذا بيتبع إلى اللي بيكتب على الكمبيوتر واللي يرسم الرسومات، أن هي رسمة أسهل له يرسم. قلنا إنه في عندنا المقاومات لها حلقات لونية. الحلقات اللونية هذه بنستطيع من خلالها ان نعرف قديش قيمة المقاومة. الجدول اللي قدامي هنا بإمكاني أقرأ فيه المقاومات الرباعية والخماسية والسداسية. يعني لو عندي مقاومة بأربع حلقات لونية أو بخمس حلقات أو بست حلقات، أنا بقدر أقرأها أو أعرف قيمتها من خلال الرسم. معلش أتلو عليكم شوية. إذا اللون السيلفر اللي هو يعني الفضي ما بيجيش ألوان دلالة خالص، بيجيش هنا خالص ما بيجيش، بيجي كلون مالتي بلاير يعني معامل ضرب. إذا إجا لون معامل ضرب فبيكون الضرب القيمة اللي هنا في 1 على 100، ولما يجي لون نسبة خطأ بيجي نسبة خطأ 10%. اللون الذهبي إذا إجا معامل ضرب بكون الضرب بتاعه في 1 على 10 ونسبة الخطأ 5%. اللون الأسود القيمة تبعته 0، القيمة تبعت اللون الأسود 0، معامل ضربه 1. اللون البني القيمة تبعته 1، وهكذا لحد ما نخلص الجدول. وقلنا اختصرنا الجدول السابق إلى جدول لقراءة المقاومات الرباعية.
الجدول هذا طبعا لازم ينحفظ، حفظه بيتم عن طريق الممارسة. يعني انت بتجيب مقاومة بتقرأ قيمتها، واحدة اثنين ثلاثة 10 مقاومات، 20 مقاومة، اللي انت حافظ الجدول. عشان تقرأ اي مقاومة لازم لون نسبة الخطأ يكون على يمينك، لون نسبة الخطأ يكون على يمينك. الوان نسبة الخطأ موضحة هنا، اللي هو الفضي، الذهبي، الأحمر والبني، على أساس بيكونوا إعراض شوية. عندك اللون الأخضر نسبة خطأ نصف من 10%، وكذلك الأزرق والأبيض. نقرأ الألوان كيف؟ نقرأ قيمة المقاومة كيف؟ طبعا هنا بنبين حجم المقاومة، قلنا اشتغلنا على المقاومة هذه اللي هي أخضر أزرق أحمر. أخضر أزرق أحمر، قلنا اللون الأول بنسقط القيمة تبعته تسقيط على طول، اللون الثاني بنسقط قيمته، بنعمل علامة الضرب وبنضرب في معامل الضرب. قيمة معامل الضرب طبعا واضحة بالجدول، أنا لون أحمر معامل الضرب بتاعه 100، يعني بتصير الأخضر 5، الأزرق 6، يعني 56 ضرب 100. في ناس قالت أحاد وعشرات، أنا ما فضلتش استخدام أحاد وعشرات، لأنه عندما نقرأ المقاومات الربع الخماسية حنقول عشر أحاد عشرات مئات، وبالتالي حنتخربط وين رقم الأحاد وين رقم العشرات، لأنه حينخلطوا معاك. و 280 اوم نسبة خطأ، ال 280 اوم، ال 280 اوم اللي هم احنا هنا بنضيفهم على قيمة المقاومة، هي قيمتها 6500، بنضيف لها 280 اوم اللي هم هذول، بتصير 5880، بنطرحهم منها بتصير. فإذا المقاومة 5600 اوم، نسبة الخطأ 5% تعادل 230 أوم، تعادل 280 أوم. بنضيف 280 أوم لل 600 ولل 560 لل 5600، مرة بنضيفهم ومرة بنطرحهم، فبصير عندي قيمتين عشان يكون حدود الخطأ في قراءة المقاومة. قلنا عشان نقيس المقاومة بالأفوميتر نستخدم خيار المقاومات، هذا طبعا خيار مقاومة، هذا خيار دايود سيمي كوندكتور، هذا زمور، وهنا خيار للمكثف. طبعا هذا الحديث عن الساعة اللي كنت حكيت عنها في الدروس السابقة اللي هي الساعة السنة. دائما بنركز في الفاصلة العشرية وفي التمييز تبع المقاومة، الفاصلة العشرية والتمييز تبع المقاومة، غير هيك بتطلع معايا قراءة خاطئة. في عندي في الساعة الثانية في كبسة اسمها هولد، في كبسة اسمها هولد، هذه لو أنا كنت بقرأ مقاومة يعني جاري على الساعة وضغطت على كبسة الهولد، فكبسة الهولد هذه بتثبت لي القراءة، فأنا برفع إيدي عن المقاومة وبقرأ الرقم وبأسجله على اساس انا ما اتخربطش. يعني عمليه حفظ للقراءه الموجوده، يعني هذا المفتاح انا بأحفظ فيه القراءه اللي قراتها الساعه، سواء كانت بتقرا في جهد او في تيار او في مقاومه او في تردد او في اي قيمه هي بتقراها. يعني الضغط، مجرد ما تضغط على الهولد بتثبت القراءه، عشان تبغيه تضغط عليه كمان مره. في
عند ما نقرا المقاومات، وهي النقطة هذه اللي نوهت لها قبل هيك، يعني مثلا عندي المقاومة 650 اوم، ممكن هذه الساعة تقراها بالشكل هذا. لاحظ هنا كيف تقراها 0.56، لكن لاحظ التمييز هنا كيلو. هذه القيمة هي نفس هذه القيمة، يعني هذه 56 من 100 من الكيلو، هذه 600 560 اوم، نفس القيمة، يعني هذه القيمة وهذه القيمة هما واحد. المقاومة مثلا 470 كيلو، ممكن تقراها للساعة بالميجا، 47 من 100 من ميجا، كله سليم إن شاء الله. لما يكون المقاومة مفتوحة، يعني المقاومة عطلانة، أو أنت مش حاط مقاومة خالص، ممكن الساعة تقرأ OL. OL يعني open loop، open loop يعني حلقة مفتوحة. أي مقاومة حتزيد عن 40 ميجا طبعا مش حتقرأها الساعة، حتعملها open loop. وقلنا من وين أنا بعرف إنه الساعة هذه 40 ميجا؟ من كتاب تعليمات التشغيل تبعتها، بأجد إنه مكتوب فيها يعني الحد الأقصى لقياس سواء المقاومة أو المكثف أو أي حاجة. ناخذ بالنا عندما بنقيس المقاومات، إنه المقاومة لما بتعطل قيمتها بتعلى. المقاومة لما بتعطل قيمتها بتعلى، يعني لو كانت عندي مقاومة على سبيل المثال 500 أوم، لما بتعطل بتصير مثلا 5000 أوم، 50000 أوم، ما بتصيرش 100 أوم. المقاومة لما بتعطل قيمتها بتعلى. بديش أقول مستحيل تنخفض قيمة المقاومة، لكن يعني انا في خلال حياتي العمليه كلها هيتها ما مرش علي مقاومه او تنتين منخفضه قيمتهم، وهذه بتبقى لانه هو كربون هيك انحرق على المقاومه وبدا يوصل، مش بشكل طبيعي يعني شواذ. والشواذ احنا ما ناخذش فيها، ناخذ بالشيء اللي هو دائما المقاومه عندما تعطل قيمتها ترتفع. يعني لو كانت مثلا 100 اوم ممكن تصير 1 كيلو 2 كيلو وهكذا، لكن لو كانت 100 ونسبة الخطأ فيها 105 5%، قاست معايا 105 يبقى بتبقى سليمة، أو قاست 95 برضه بتبقى سليمة. اليوم إن شاء الله نحكي في الدرس السادس اللي هو حنكمل فيه، طبعا هو نفس الدرس اللي فات بس حنشوف شوية توصيل للمقاومات. هنا بطارية، مفتاح، ولمبة، مصباح. طبعا هذا بالمناسبة يعني هو فيديو، بس ما عرفتش ارفعه لانه لقيت فيه صوت نشاز، فان شاء الله هذا الفيديو حبقى ارفعه فيما بعد. بطارية، مفتاح، مصباح. هنا الرسمة اللي شبه فنية لهذه الدائرة، بطارية، المفتاح في وضع أوف، المصباح مش بيضوي. هنا انفتح المفتاح، المصباح ضوى. إيش اللي صار؟ اللي صار إنه أصبح الجهد الكهربي أو التيار الكهربي بينتقل من البطارية عبر المفتاح، بيمشي في المصباح في الفتيلة تبعت المصباح، بيرجع تاني مرة على القطب السالب، انطلق من القطب الموجب وبيرجع للقطب السالب، تيار داخلي أيضا بمر داخل البطارية. لو أنا رجعت فتحت المفتاح طبعا حتطفي الدائرة مرة ثانية، لو أنا فتحت المفتاح يعني خليته في وضع أوف حتطفي الدائرة الكهربية، وحيكون المصباح حيو زي ما احنا شايفينه هنا بيكون طافي. ولاحظ هنا المفتاح في وضع اوف، لاحظ هنا كمان مرة المفتاح اصبح في وضع اون، المصباح ايش ماله؟
نور دليل على انه مر تيار كهرباء. هنا طبعا الرسمه الشبه فنيه. هنا عشان انا اتاكد من صحه قانون اوم صراحه، يعني استبدلت المصباح بمقاومه 100 اوم فوصلت عندي بطاريه 6 فولت مع مقاومه 100 اوم مع مقياس للتيار. مقياس التيار اكيد انه هو من لازم يتوصل على التوالي. عندنا انا بالنسبه للاسهم اللي هنا في عندنا التيار الكهربي، في التيار الحقيقي، في التيار المفترض. يعني بدايه ما الفوا موضوع التيار الكهربي ما كانوش لسه بيعرفوا الالكترونات وانها سالبه الشحنه، فهم قالوا هذا قطب موجب هذا قطب سالب، الكهرباء تنتقل من الموجب الى السالب. بعد هيك اجوا العلماء اكتشفوا انه لا، في الحقيقه غير هيك، الحقيقه انه الكهرباء هي عباره عن كهارب او شحنات كهربيه سالبه تنتقل من القطب السالب الى القطب الموجب. قالوا ايش بدنا نسوي؟ قالوا نبقى العلم تبعنا زي ما هو، بدناش نغير كل الكتب علشان النظريه هذه، فاحنا حنتعامل مع التيار الافتراضي. التيار الافتراضي ينتقل من الموجب الى السالب، اللي هو عكس تيار الكهارب او تيار الالكترونات او الشحنات الكهربيه. وبالتالي في اي مكان يذكر اتجاه مرور التيار الكهربي معناتها من الموجب الى السالب. لكن لو قالوا لو اللي بيحكي او اللي كاتب بقول تيار الالكترونات، يبقى هو تيار الالكترونات من السالب الى الموجب. هنيجي نطبق قانون اوم. قانون اوم ايش بيقول؟ انه التيار بيساوي الجهد على المقاومه. يعني هنا عندي انا مقاومه، هنا موصول عليها بطاريه، هنا مقياس للتيار امبير. ننسى موضوع ال 5 فولت هذه وننسى موضوع ال 100 اوم، اكنهم مش موجودين. لو كانت هذه البطاريه 1 فولت المقاومه 1 اوم، هذا لازم يقيس 1 امبير. كمان مرة، لو كانت هذه 1 فولت هذه 1 اوم، هذا لازم يقيس 1 امبير. طب لو هذا قاس 1 امبير وهذه كانت 1 فولت، يبقى هذا لازم تكون 1 اوم. طب لو كانت هذه 1 اوم وهذا 1 امبير، يبقى لازم هذا يكون 1 فولت. نعمل في الصيغ تبعت قانون اوم زي ما احنا عايزين، يعني اي تساوي في على ار. اي اللي هي التيار بيساوي الجهد على المقاومه. الجهد عندي 6 فولت، المقاومه عندي 100 اوم. نقسمهم على بعض بيطلع عندي 6%، 6% هي عباره عن 60 ملي امبير. 6% هي عباره عن 60 ملي امبير، ولازم يكون عندي او اخذ بالي من الام هنا. الام تبعت الملي سمول لتر، سمول لتر. الام تبعت الملي سمول لتر، لكن الام تبعت الميجا تكون كابيتال لتر. يبقى هذه سمول لتر او كابيتال لتر لازم انا اخذ بالي منها كويس عند ما بدي اميز القراءه اللي انا بقراها. يعني ما بينفعش انا احط ام كابيتال لتر، ما بينفعش، لازم تكون سمول لتر عشان اقول ملي امبير مش ميجا امبير. طبعا هنا انا عملت تجربه عمليه، وزي ما قلت لكم كنت بحاول ارفعها على الفيديو فطلع في عندي صوت نشاز، فان شاء الله بعد ما امسح الصوت هذا بدي احاول ارفع الرسمه مره ثانيه. هنا الساعه بتقيس 6 و12% محطوطه على تدريج الجهد. القياس هذا طبعا هو قياس للبطاريه، يعني البطاريه 6 فولت بتقيس، قاست معانا بشكل حقيقي واقعي عباره عن 6، وهنا شايف الفاصله و12%. اللي هي هيها اي البطاريه نفسها، وهي القطب السالب، اي القطب السالب، وهنا الطرف السالب، هنا القطب الموجب، وهنا الطرف الاحمر يعني الطرف اللي مبين. فقياس جهد البطاريه كان 6 و12%. الان حطينا الساعه على الامبير. احنا كنا طبعا احنا نفترض حاطين الساعه على الجهد، او تكون الساعه مبينه. هنا حنحطها على الجهد لانه كنت انا بقيس وين؟
بقيس على طرفي البطارية، بقيس على طرفي البطارية، بقيس بالجهد. جهد. الآن أنا هقيس في داخل الدائرة، عشان هيك بحطه على الملي أمبير، لأنه أنا بدي أقيس تيار الآن. هاي البطارية، البطارية طبعا أنا رسمتها زيادة، وهي هنا مقاومة، طبعا المقاومة هذه 100 أوم، المقاومة هذه 100 أوم، هنا البطارية وهنا القياس، هاي طرف الساعة الأسود، هنا طرف الساعة الأحمر تحت إيدي مش مبين، هنا مقاومة 100 أوم، فأنا هيك بقيس على التوالي. يا ريت بس حدا يعني يقول لي المقاومة ال 100 أوم إيش ممكن تكون ألوانها، لأنها مش واضحة عندي في الرسمة. مقاومة ال 100 أوم مش واضحة عندي في الرسمة، يا ريت حدا يقول لي إيش ممكن تكون الألوان بتاعتها. ما حدش مصحصح معايا. ألوان المقاومة ال 100 أوم. بني، أسود، أسود لا. طبعا بني اسود بني. وهنا انا طبعا وصلنا، هنا قلنا هاي البطاريه اللي هي 6 فولت، هنا المقاومه واصله مع القطب الموجب، الطرف السالب واصل مباشره مع البطاريه، هنا الطرف الاحمر للساعه، هنا الطرف الاسود للساعه، الساعه هنا محطوطه على الملي امبير. طبعا اي خلل لو ايدي اجت من هنا لهنا بسرعه بأحرق الساعه، بسرعة بأحرق الساعة. لو إيدي إجت، لو الساعة، لو طرف الساعة الأحمر اللي هنا إجا هنا، على طول تنحرق الساعة، لأنه مفيش ساعة تتحمل الأمبير اللي ممكن تعطيني إياه البطارية. وعشان هيك بقى أقول لكم إن إذا عندك ساعة بدك تفحص أمبير يعني تيار، دائما استخدم فيوز مناسب، ما تغيرش الفيوز تبع الساعة بأي فيوز. لكن إحنا الحمد لله عموما في الشغل اللي بنشتغله ما بيلزملناش قياس تيار، احنا بنفهم التيار فهم. ماشي، المقاومة 100 اوم، البطارية 6 فولت، التجربة عملية يا اخوان، تجربة عملية. هنا الساعة قاست 61 8 من 10 ملي، 61 طبعا هنا عشان ايش؟ بس الإضاءة هي اللي مش مبينة الملي، لكن يعني ممكن أحاول أقربها شوية. ماشي، الملي مش كتير واضحة. الساعة قاست 61 ملي. نشوف هذا اللي عملناه احنا من منطلق قانون اوم، هل حيكون مظبوط ولا مش مظبوط. واحد وستين. اللي هو احنا كنا طلعناه في البداية 60 ملي امبير. الساعة هنا عطتني اياه قديش؟ 61 ملي امبير، ماخدين بالكم؟ طب بدي اشوف يعني لو انا رجعت للرسم هذا، ليش اجى عندي 1 ملي زيادة؟ مين بيقدر هيك يقول لي ليش اجى عندي 1 ملي زيادة؟ انا حسبت هنا اي تساوي في على ار، في 6. طبعا ممكن يكون معامل خطأ في المقاومة صحيح، بس في كمان حاجة طبعا، او ممكن نسبة. طب انا اعاود لك الرسم هذا عشان تاخذ بالك كويس. هنا قياس البطارية الحقيقي، هنا قياس البطارية الحقيقي. انا افترضت البطارية قديش؟ 6 فولت، واشتغلت على انها 6 فولت، لكن لما قستها حقيقي هي في علم 6 و1 من 10. الواحد من 10
بالإضافة إلى قيمة الخطأ الموجودة في المقاومة هم اللي أعطوا النتيجة هذه. لكن النتيجة هذه بالنسبة لنا تعتبر نتيجة ممتازة جدا، ويعتبر الشغل تمام التمام وألف الألف. يعني أنا عندي حسابيا الشغلة بتطلع 60 ملي، أنا لما بطبق عمليا بتطلع معايا 61، يبقى النتيجة عندي ممتازة تمام التمام، لأنه نسبة خطأ هذه بتساويش 2% أو 2%، ما هياش نسبة خطأ عالية، هي نسبة خطأ منخفضة جدا. لما تحط الظروف المحيطة فيك وفي الشغل بتاعك، هل المقاومة فعلا كانت مضبوطة 100 أوم بالضبط ولا لا؟ هل فعلا الساعة مضبوطة 100% ولا لا؟ هل فعلا الساعة المقاومة الداخلية تبعتها شكلت مقاومة عالية غيرت من القيم؟ كل هذه الحاجات لما تحطها وتطلع معاك نسبة خطأ 2 أو 3%، يبقى نسبة الخطأ مقبولة. غالبا يعني الموضوع هنا متركز على توصيل المقاومات على التوالي. يعني أكثر قضية هنا حنوصل لها اللي هو توصيل المقاومات على التوالي. حنوصل هنا مقاومتين على التوالي. هنوصل مقاومتين على التوالي، يعني هنا مقاومة 100 أوم وهنا كمان 100 أوم. هاي السلك الأحمر اللي جاي من البطارية، هاي السلك الأسود اللي جاي من البطارية برضو، هذا السلك الموجب، هذا السلك السالب، هاي هنا مقاومة 100 أوم، وصلناها على التوالي. لاحظ كيف توصيل التوالي، لاحظ كيف توصيل التوالي. وصلنا على التوالي هذول المقاومتين، وهنا أنا قاعد أنا إيش بقيس في التيار. نرجع كمان مرة، قلنا إنه التيار اللي أنا قسته في المقاومة 100 أوم 61 ملي أمبير. مين ممكن يتوقع لي قديش ممكن يكون قياس التيار لما أنا المقاومة طبعا ما لهاش قطبية خالص، لا المقاومة ما لهاش قطبية، حقيقة أنا وصلت مقاومتين على التوالي، مين بتوقع التيار يزيد ينقص يعطيني قيمة أي حاجة؟ سامسونج ما شاء الله. ثلاثة من مية. ثلاثة من مية. ثلاثة من مية ملي أمبير، وهذه نتيجة إن شاء الله إنها سليمة ومتوقعة، وواضح إنه أنا زودت المقاومات في هذا، فلازم التيار ينخفض. الجهد زي ما هو، وهنا التيار 31 ملي أمبير، القيمة اللي انكتبت 3 من 100 هي نفسها ال 31 ملي أمبير. طبعا لما بنيجي نقول احنا واحد يعني نسبة خطأ بسيطية، بنيجي يعني بنتجاوزها. شوف كيف حنحسب قيمة المقاومتين من خلال العمل، يعني من خلال ما احنا بنشتغل في هذه الدائرة بشكل عملي. القانون I تساوي B على R، قانون أوم. ال 31 ملي أمبير هي تساوي ايش؟ 31 من 100، 31 من 1000 من الأمبير. 31 من 1000 من الأمبير، أنا لما بدي أطبق في قانون أوم ما بينفعش أطبق بالملي. لازم الفولت، الجهد يكون بالفولت، المقاومة تكون بالأوم، والتيار يكون بالأمبير. فلما يكون عندي 31 ملي معنى ذلك أنه هذه ال 31 ملي تساوي 31 من 100 أمبير. عشان هيك هطبق هنا في القانون، هقول R تساوي V على I. R V اللي هي 6 و13 اللي هو الجهد، او هي اظن قسنا احنا 12 مش مشكله، 6 و12 اللي هو جهد البطاريه، التيار اللي احنا قسناه 31 من 1000 اللي هو يساوي ال 31 ملي امبير، بيطلع معايا قيمه المقاومه 198 اوم. 198 اوم، يعني انا وصلت مقاومتين على التوالي كل واحده فيهم 100 اوم، وما قستش انا المقاومتين وانما قست التيار.
اللي انا قسته اللي هو التيار. فلما انا قست التيار، التيار عطاني 31 ملي. فجيت انا اشوف قيمه المقاومتين هذول اللي انا وصلتهم على التوالي، هل رايحه تزيد ولا رايحه تنقص ولا حتبقى كما هي؟ فاول حاجه لقيت انه التيار لما بقى في الاول مركب مقاومه واحده كان 61 ملي امبير، لما ركبت مقاومتين على التوالي صار 31، نقص للنص. وطبعا كثير من الاخوه كمان تكهنوا او توقعوا قديش يكون التيار، توقعوا قديش يكون التيار. طب على حسب التيار اللي انا جبته بدي اطلع قيمه المقاومه، قديش طلعت معي المقاومه؟ 198 اوم. 198 اوم يعني ايش؟ يعني بالتقريب هي 200 اوم، لانه عندي 100 اوم وصلتها على التوالي مع 100 اوم طلعت 200 اوم. طبعا لو سالنا ليش طلع 198 ما طلعش 200؟ المفترض يطلع 200، ليش ما طلعش 200؟ نفس الاجابه تبعت السؤال السابق، انه انا في عندي نسبه خطا معينه في المقاومات، عندي نسبه خطا معينه في ساعه الفحص، لانها حتزود التيار، حتقل التيار لانه لها مقاومه داخليه وان كانت منخفضه. على الرغم من كل نسب الخطا هذه، لما يطلع عندي هنا نسبة خطأ، هنا نسبة الخطأ قديش؟ 1%. يعني نسبة الخطأ بنسبة الضعف تقريبا، نسبة النصف، نسبة النصف. يبقى نسبة خطأ 1% و2% ولحد 5% نسبة خطأ بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي مقبولة. بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي هي مقبولة. لو حسبت أنت الحسبة تبعتك هذه اللي هي 6 و13 على 200، حتجد أنه قيمة قريبة جدا تبعت التيار، يعني إن شاء الله. النتيجة اللي احنا نوصل لها من خلال هذا التمرين ان اتصال مقاومتين على التوالي يزيد من قيمة المقاومة الكلية ويساوي، مش بس بزيدها وبنسكت، لا، يساوي مجموعهما تبعا لقانون التوالي في المقاومات ذو الصيغة الرياضية التالية: المقاومة الكلية تساوي المقاومة الأولى زائد المقاومة الثانية زائد المقاومة الثالثة، وهكذا. إن شاء الله أعمل 100 مقاومة بتضلها زي ما هي الحسبة على طول، كله بأجمع وجمع. لاحظ هنا انه انا مركز على كلمة المقاومات، توصيل المقاومات على التوالي. انا بقول لو وصلت المقاومات على التوالي، مش مثلا المكثفات. طب لو انا وصلت خلايا على التوالي، ايش اللي بيزيد عندي؟ مثلا يعني مثلا لو انا وصلت خلايا على التوالي، لو انا وصلت خلايا على التوالي، ايش اللي حيزيد معايا؟ حيزيد الجهد، حيزيد الجهد. نعم، لو انا وصلت مقاومات، ايش اللي حيزيد عندي؟ قيمة المقاومة الكلية. طب لو انا وصلت مثلا المكثفات اللي حناخدها كمان شوية، كمان كم يوم يعني، ايش اللي حيزيد؟ طبعا احنا ما درسناش، لانه اللي حيزيد اللي هي المقاومة الداخلية بس، القيمة الكلية حتم بس. طبعا لا، الساعة حتنقص، طبعا الساعة تبعت المكثفات لما نوصل على التوالي بتنقص، لكن المقاومة الداخلية اوكي بتزيد. بالحساب تبعنا لو احنا حسبنا هنا، حنجد انه التيار في على ار يساوي 6 على 200، يعني التيار المفترض يكون 3 من 100 مش 31 من 1000. طبعا نسبة الخطأ ضعيفة جدا وقليلة جدا. الآن بدنا نرجع نتركز كمان مرة في المقاومات، ندرس شوية نعيد المقاومات، لأنه المقاومات بتاخذ معانا مجهود بالنسبة لقيمة الخطأ. لاحظنا أهمية لون نسبة الخطأ. أنا لون نسبة الخطأ عندما أنا بدي أطبق قانون أوم، عندما بدي أطبق قانون أوم بشكل عملي، بأكتشف إنه كانت نسبة الخطأ ضرورية بالنسبة إلي، لأنه
هيصير عندي فرق بسيط في النتائج، يعني تقريبا شبه مستحيل تضبط معاك النتائج 100%. ليش شبه مستحيل؟ لانه لابد ما انه يكون هناك نسبة خطأ في كل حاجة، حتى البطارية اللي انا بعتبر جهدها ثابت، البطارية ممكن وانا قاعد موصل عليها المقاومات تبدأ الجهد بتاعها ينخفض شيئا فشيئا، وبالتالي يصير عندي مشكلة في النتائج. لكن هذه المشكلة اللي في النتائج طالما انها ما وصلتش لحد 5% يبقى النتائج تعتبر سليمة وجيدة. هذا فائدة من نسبة الخطأ. الفائدة الثانية انه احنا بنحط لون نسبة الخطأ على ايدنا اليمين، لون نسبة الخطأ بنحط على اليد اليمنى. قلنا كيف تحسب قيمة الخطأ؟ قيمة الخطأ عبارة عن قيمة المقاومة ضرب نسبة الخطأ على 100، لأنه لما بقول أنا المقاومة هذه قديش قيمتها؟ أقول قيمتها مثلا 100 أوم، نسبة خطأ 5%. 5% الخمسة هنا والمية هنا، وهي قيمة المقاومة هنا. قيمة المقاومة ضرب نسبة الخطأ اللي هي 5 على 100. قيمة المقاومة اللي أنا كنت بشتغل عليها اللي هي 5600 أوم ضرب الخمسة على 100. هو الشيء الذي يمثل الجهد. البطارية هي مصدر الجهد. الجهد هو الاساس في الشغل، يعني اللي خلى التيار، يعني لو انا في عندي خزانين مي مثلا، خليكم معايا مركزين، لو انا عندي خزانين مي، واحد محطوط على الدرج الاسفل وواحد محطوط على درج اعلى، هذا الخزان فيه مثلا 100 لتر وهذا الخزان فيه 100 لتر، لكن الخزان الاعلى انا اصلا بالاساس بذلت جهد عشان اطلعه فوق، يبقى اصبح الخزان اللي فوق يمتلك طاقه، يمتلك طاقه وضع. عشان هيك لو انا سبت الميه حلاقي الخزان، فتحت الخزانين على بعض، يعني حلاقي انه الخزان العلوي اللي انا اعطيته طاقه رفعته كذا درجه لابد ما انه يصب في الخزان السفلي. بالنسبه للجهد الكهربي، الجهد الكهربي انا حكينا من اول درس ان الجهد الكهربي هذا كامن داخل العناصر نفسها. الجهد الكهربي كامن داخل العناصر نفسها. امتى بيظهر؟ بيظهر لما احط العنصرين مختلفين في سائل الكتروليتي. اذا حطيته في سائل الكتروليتي فالكمون الجهد هذا بيظهر، فبيصبح كل عنصر يظهر الجهد بتاعه، وجهده اعلى بينقل القدرة أو الطاقة تبعته للجهد الأقل. إذا أنت كان عندك عاوز تصمم دائرة إلكترونية، دائرة إلكترونية عادية، يعني مثلا جرس، معظم الدوائر الإلكترونية اللي إحنا بنصممها لون نسبة الخطأ مش كتير ضروري. أهم إشي في لون نسبة الخطأ، اهم شيء في لون نسبة الخطأ انه انا بعرف انه موجود على يمين ايدي. لكن امتى بيلزمني اكثر؟ اذا انا مثلا بدي استخدم ساعة قياس، مثلا ساعة القياس المؤشر او الرقمية، ساعة المؤشر احيانا بتلاقي المقاومة محطوطة 19 اوم. 19 اوم قيمة مش قياسية، يعني لو كانت 20 هتخلف القيمة، لو كانت 18 هتخلف القيمة، وبالتالي بيلزمني مقاومة نسبة الخطأ فيها منخفضة جدا. لكن تمارين عادية أو مشاريع عادية نسبة الخطأ فيها يعني مفتوحة أو سهلة.
وانا كمان لما اجي بدي استبدل المقاومه، يعني انا وجدت مقاومه مثلا 500 اوم عطلانه فيها نسبه الخطا 5%، 500 اوم بيطلع فيها 50 اوم، يعني لو انا لقيت واحده 450 اوم حركبها ولقيت 550 اوم برضه حركبها كلا، يعني معناته انه في عندي حدود معينه للتعامل مع لون نسبه الخطا. ما هو تأثير قدرة المقاومة في الوط على التجارب السابقة؟ في عندك المقاومة بمر فيها تيار، تيار ال 31 ملي أمبير ما هوش كان تيار عالي، يعني عشان أنا يعني أنا استخدمت، يعني لو المحاضرة الجاية إن شاء الله بكون أنا منزل فيديو على مقاومة 22 أوم، 22 أوم ثمن وط، ثمن وط بمر فيها تيار حوالي 270 ملي امبير، كانت بتسخن شويه، يعني كانت بتسخن شويه ويمكن لو استمرت فتره اطول تدخن، لكن لو انا جبت مقاومه القدره بتاعتها اعلى فمعنى ذلك انه هي حتتحمل اكثر. وبدي اعطي لك كمان فكره عن القدره موجوده عندي هنا، وكنت انا رسمها كويس ونوهت لها، يجي هنا للمقاومة، يعني مثلا هذه المقاومة موجودة هنا بشكل مكبر، بشكل مكبر، هذه المقاومة تقريبا يعني لو أنا بدي أطلع عليها هيك بقول عنها 2 واط، بس هي مش 2 واط، خلينا نشوف نقارنها بمقاومة ثانية. لو أنا بدي أقارن هذه بهذه، هذه المقاومة بهذه المقاومة، على اعتبار إنه هذا حجم وهذا حجم، تقريبا هذه زي ما أنت شايف هنا ربع واط، هذه ممكن تكون نص او 1 واط، بس انا بقول لك هذه 1 واط. ليش بنقول 1 واط؟ في حاجه انا ذكرتها، لكن من شكل المقاومه انت ممكن تعرف هذه المقاومه كربونيه زي ما احنا بنحكي عنها، هذه المقاومه مش كربونيه، هذه المقاومه مش كربونيه، عشان هيك ممكن تكون بالفعل 1 واط يا استاذ رامي، لانها مش كربونيه، هذه ميتال اوكسايد ريزيستنت، يعني هذه مقاومه مصنوعه من ميتال اوكسايد. يمكن انا مش مجهز حالي اتحدث في موضوع الميتال اوكسايد، لكن خليني اتحدث فيه الان ولو على عجل. المقاومات الكربونيه تستخدم في 95% من مناطق الجهاز، المقاومات الكربونيه 95% ويمكن 98% ويمكن 99% من المقاومات الموجوده في الاجهزه هي مقاومات كربونيه بهذا الشكل. هنا انا ما بطلعش على الحجم، بطلع على شكل المقاومه، ولاحظ انه هذا الشكل اللي بيلمع هذا ما مش بيلمع بالشكل ده، ما بيلمعش. هذه مقاومه عباره عن خليط من الكربون وحديد معادن ايش من مكان، يعني المهم انها تطلع القيمه. هذه ما هي ما فيهاش كربون، هذه ما فيهاش كربون، هذه عبارة عن صدى حديد أو صدى معادن، أكسيد معدن، ميتال أوكسايد. ميتال أوكسايد تصمم بطريقة مختلفة شوية عن المقاومة الكربونية. طب إيش يعني، ليش يعني إيش وظيفتها هذه؟ ليش موجودة يعني؟ ليش ما تكونش المقاومة زي هذه؟ هذه زي ما بقول الاستاذ رامي هي مش مقاومه للحراره فقط، وانما المصمم مصمم للدائره بيعمل حسابه انه هذه المقاومه بدها تعطل، بدها تنحرق. المقاومه الكربونيه هذه لما تنحرق فلامبل، يعني بتولع نار، ف لما تولع نار اذا كانت هي يعني معرضه دائما للتلف ومر فيها تيار عالي ولعت نار تعمل مشكلة في الجهاز. لكن هذه المقاومة لما بتعطل مو فيها تيار زايد وبتعطل ما بتولعش نار، بتنقطع وبس، تنقطع وبس. عشان هيك بتلاقي انه انا لما بقول هذه 1% او 2% في جهاز بكون هذول مقاومات الحماية، مقاومات الحماية اللي هي ترتفع درجة حرارتها بالفعل زي ما قال الاستاذ رامي، وايضا لما تنحرق
لما يعني لما تعطل ما بتولعش نار، اما هذه لما تعطل بتولع نار. طبعا ليش ما يركبوا من هذه؟ لانه طبعا اكيد هذه اغلى ووزنها اكبر. قلت هذه ميتال اوكسايد، ميتال اوكسايد، ميتال اوكسايد ريزيستنت. ميتال اوكسايد تستخدم يعني في دوائر الحمايه، يعني مثلا عندي مثلا انا دائره بستخدم فيها 3 مقاومات 5 اوم، لكن واحده من المقاومات ال5 اوم هذه انا مستخدمها في طريق الجهد الكهربي. لما انا استخدمتها في طريق الجهد الكهربي معناتها هي الاكثر احتمال للعطل، فما بركبهاش كربونيه، بركبها من اكسيد المعدن. طبعا في غير اكسيد المعدن، في غير اكسيد المعدن في مقاومات سلك ملفوف، بنسميها ماهاش مقاومات سلكيه، بنسميها سلك ملفوف، ايضا بيكون شكلها زي هذه او زي هذه، يعني انت مش مميز، يعني هذا انا مش مميز من الداخل، يعني انا ما بعرفهم لاني تعاملت معاهم كثير، مش كثير في تمييز بين هذه وهذه. وايضا مقاومه السلك الملفوف ايضا مش هتلاحظ فيها فرق بين هذه وهذه، يعني مش هتشوف من برا انت في سلك ملفوف، انت هتشوف في مقاومه قدامك اللي هم المقاومه. استاذ محمد ماهر سامي، المقاومات الفيوزيه اللي هي بالفعل يعني مش شرط لما اقول فيوزيه يعني قيمتها تكون منخفضه، ممكن تكون قيمتها شويه عاليه، يعني مثلا 2.2 من 10 اوم، احيانا ممكن تكون 47 كيلو وهي تعتبر مقاومه فيوزيه. المهم انه هذه المقاومات ما بتكونش كربون، المقاومه اللي بيعمل المصمم حسابه انها بدها تنحرق في الجهاز بحطهاش من الكربون، يا بحط لها يا بحطها ميتال اكسايد وهذا الاكثر شهره، واحيانا نادره تنحط مقاومه سلك ملفوف، بديش اسميها سلكيه لانه عباره عن سلك ملفوف وناخذة حلقات لونية زي هذه بالضبط وتستخدم للحماية. ما بتلمع، كل مقاومة بالفعل ما فيش فيها لمعة يبقى هذه بتتحمل حرارة، ما فيش فيها لمعة لأنه هذه بويا، بويا بويا عند درجة حرارة معينة بتطلع ريحة على الأقل، لو بدهاش تنحرق بتطلع ريحة. لكن المقاومات اللي زي هذول اللي هم محطوطين فيهم يعني يعني مش بويه عاديه، يعني مثلا انت عندك البويه في بسموها حتى هذا اللهجه تعلمناها من اخواننا المصريين بويه مط. بويه مط او بويه لامع. البويه المط اللي هي الاساس اللي ما لهاش لمعه اللي هي تتحمل الحراره، حتى انه كاتبين في الكتالوج تبع تعليمات البويه هذه انه لو انت دهنت الخشب البويه هذه ولعت نار ممكن ما يولعش. هذه البويه المط اللي هي ما بتلمعش اللي هي بيستخدموها للمقاومات الحراريه، لكن البويه اللي بتلمع هذه بيستخدموها للمقاومات الكربونيه. ما فيش حاجه اسمها مقاومات رقميه، لكن خلينا انا اطرح هذه الفكره برضو هنا. يعني لو انا عندي مقاومه مكتوب عليها الرقم هذا 103، 103 مقاومة مكتوب عليها 103، ايش يعني اس 3؟ نعم يعني مقاومة هكتب هعوض عنها بالشكل هذا، هقول عنها 1 0 0 2 3، يعني 3 عبارة عن 3 اصفار بتصير 10,000 اوم. لاحظ انه اوم 10,000 اوم، 10,000 اوم. فمش عارف بالضبط طبعا الاستاذ كوثر، نعم 10,000 اوم، 10 كيلو اوم، 10,000 اوم اللي هي تساوي 10,000 اوم اللي هي تساوي طبعا ممكن اكتب عنها اعوض عنها بالرقم اللي هو 10 كيلو، لحظة 10 كيلو، طبعا رمز الأوم مش موجود عندي فهكتبها بالأوم، 10 كيلو أوم اللي هي اللي مكتوب عليها، يعني اللي مكتوب عليها 103 هي 10 كيلو أوم أو 10,000 أوم. طبعا يا إخوان دائما بنلاحظ التمييز مهم جدا عندي في قراءة المقاومات، التمييز مهم جدا في قراءة المقاومات، يعني ما بينفعش اقول لك قديش قيمة المقاومة تقول لي 10، ايش 10 ايش؟ لا هي 10 كيلو او 10 اوم او 10 ميجا مثلا. المقاومات هذه اللي بنكتب عليها 103 هذه الاس ام دي، يعني
مقاومات بتبقى مثبتة على السطح. ومعلش إن شاء الله المحاضرة الجاية في البداية بجيب لك الشكل بتاعها عن طريق النت، يعني هجيب لك شكل من أشكالها عن طريق النت اللي هو بنكتب عليها 103 أو 102. والمشكلة لما تكون عندك المقاومة مكتوب عليها بالشكل هذا، المقاومة المكتوب عليها الشكل هذا قديش بتكون قيمتها؟ مقاومة اس ام دي مكتوب عليها 100 100، مين بيعرف لي قديش؟ طبعا الاستاذ، لحظة اشوف اسمه بس، اللي هي طبعا 10 اوم. بالفعل 10 اوم، بس هذه طبعا ال 10 اوم هذه اللي هي مكتوب عليها اللي هي مقاومات الاس ام دي، مقاومات الاس ام دي اللي هي بيكون مكتوب عليها بالشكل هذا. فمقاومه ممكن يكون مكتوب عليها 100 لكن هي بالفعل 10 اوم. طبعا هذه بتعمل معانا شويه لخمه لا شك، يعني بتسبب لنا اشكاليه احيانا في القراءه انه مكتوب عليها 100 وهي 10. لكن لازم نعرف هذا الكلام، لازم نعرفه. ليش؟ لانه حتى المكثفات برضه احنا يعني بيستخدموا معهم نفس الكود، يعني لو انا عندي مكثفات بيستخدم فيهم نفس الكود، يعني مكثف 103 برضه له التفسير بتاعه. هنا اوم، هناك مثلا بيكو، يعني بقرا القيمه بالبيكو، هنا بقراها بالاوم. لاحظوا يا شباب انه في خصوصيات، زي ما احنا قلنا توصيل مقاومات على التوالي بيزيد قيمتها، توصيل مكثفات على التوالي بقلل قيمه المكثفات، بقلل السعه تبعت المكثفات. لما بقول انا 103 او 103 اذا كانت مقاومه يبقى هذه عباره عن قراءه بالاوم. طب لو كانت مكثف القراءه ما بتكونش بالفراد، ما بتكونش بالفراد، ايش بتكون؟ بالبيكو فراد مثلا. مش او، ما فيش او، احنا طبعا ما درسناش لسه، ما خدناش المكثفات. اذا المكثف مكتوب عليه 103 يبقى القيمه بالبيكو فراد، والثلاثه هي عباره عن 3 اصفار. يعني مثلا هذا لو كان مكثف هذا قيمته 10 نانو، 10 نانو، 10 نانو يعني 10000 بيكو. ماشي، أحاول أكمل الحاجات المهمة. تحدثنا قلنا إن المقاومة هذه ممكن تكون في هنا امبارح في ناس اعترضوا فعلا الرسم هذا فيه مشكلة، لأنه هذا بالمناسبة رسم بإيدي أنا راسمه، يعني المفترض لما يكون اللون بعيد بالشكل هذا تكون المقاومة يعني مقلوبة، يعني يكون هو لون نسبة الخطأ، بس لا مش هيك. وأنا كنت وعدت واحد، والله نسيت إني وعدت واحد امبارح، يلا معلش نسيت، لبكرة إن شاء الله أو الحصة الجاية المحاضرة الجاية. ماشي، ما فيش عندي حاجة أحكيها إلا إذا كنت تسألوا أسئلة. نانو تساوي 1000 بيكو فراد، صحيح صحيح أستاذ محمد. طيب ماشي، لحظة عشان أحاول أجيب بعض الأشياء لأخونا. بحاول اطلع المقاومات، على العموم مش قادر اطلع المقاومات في الوقت الحالي، بس خليني ارسم، احاول ارسم الشيء رسم. لو كان عندي هنا مثلا مقاومة، هنا عندي لون وهنا كمان لون وهنا كمان لون وهنا لون، على طول المسافة هذه
المسافة الموجودة هي مقاومة، مقاومة لون لون، هنا لون بعيد عنهم معناتها بعرف انه هذا لون نسبة خطأ، لون نسبة الخطأ. نجيب كمان مثال، مثلا هي عندي المقاومة، هي عندي هنا مثلا لون جاي هنا، وعندي هنا كمان لون، وعندي هنا كمان لون، وعندي هنا كمان لون، لكن الخط بتاعه أعرض، يعني هو أعرض، أعرض معناته بعرف إنه هذا لون نسبة خطأ، حتى لو كان هذا لو كان هذا يعني لو كانت المسافة هذه، المسافة هذه تساوي المسافة هذه والمسافات اللي هنا كلها قد بعض، فأنا اللون الأعرض بعرف إنه هذا لون نسبة الخطأ. في أخ بيقول المفترض إن المقاومة اللي رقمها 100 يعني 1 أوم، بيقول يعني إنه 1 أوم لأنه حنضرب 10 في 100. هنا إحنا ما قلناش ضرب، لو قلنا ضرب ده تطلع 0، قلنا عدد أصفار. اللي بيقول المقاومة 100 أوم ده تطلع 100 أوم على أساس إنه ضرب، لو أنا بدي أضرب 10 في 0 ده تطلع القيمة 0. يبقى هنا الموضوع مش معامل ضرب زي ما إحنا حكينا، هو عدد أصفار. الموضوع هو عدد أصفار، عدد أصفار 0 يعني ما فيش 0، تبقى 10. وطبعا الأخ اللي هو ماهر، عادي يا أستاذ ماهر، يعني كل إنسان ممكن يفكر التفكير اللي هو عايزه، بس بكل سهولة ممكن تفتح لك ماذر بورد تجد فيها مقاومة، تفضل تقيسها بالساعة وتعطينا النتيجة. دائما إحنا بإمكاننا نوصل للنتائج بشكل مباشر، يعني على طول أنا بمسك جهاز وبقيس، يعني ما فيش عندي مشكلة. يعني أي حاجة، أي معلومة بتشك فيها على طول بتحاول تطبقها عملي، وإن شاء الله يعني أنت توصل لنتيجة. ويوم ما تلاقي الواحد حاله غلطان بيقول أنا غلطان، ما فيش عندي مشكلة. إنما المقاومة هي، لما بقول المقاومة اللي أنا حكينا عنها قبل شوية، اللي هي أنا معلش قبل ما نخلص الدرس بس نرجع لها شوية على الله أكون بس لاقيهم. هنا لما قلنا المقاومة بده يكون مكتوب عليها 100، هذه الثلاثة اللي هنا والصفر اللي هنا مش معامل ضرب، لو معامل ضرب كان بقول لك أوكي. يعني مثلا هذا بعامل ضرب مثلا كيلو مثلا، يعني زي الألوان دي، كان بقول لك 10 ضرب 1000 وتساوي 10000، لا هي مش معامل ضرب، هي عدد أصفار. لكن في المقاومة هنا لما بنرجع على الجدول تبع المقاومات، فهنا معامل ضرب، ال10 معامل ضرب، يعني بضرب 11 في 10 مثلا، او بضرب 22 في 100، او بضرب 33 في 1 كيلو، هنا معامل ضرب. انما هناك في المقاومات الاس ام دي والمكثفات والشيء ما هواش معامل ضرب، هو عدد اصفار، هو عدد اصفار. متهيألي ما فيش اسئله جديده. السؤال تبع هل يمكن معرفة قيمة التيار القصوى التي يجب أن تمر عبر المقاومة؟ ماشي، نحاول نجاوب عليه إن شاء الله في حصص قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.